كيف حالك يا حامد؟ يا مرحبا. عساك طيب؟ خير من الخير. كيف السوق؟ الحمد لله ماشي الأمور. ماشي الأمور؟ كيف الشباب معكم؟ والله لا بأس. في أحد صار شيء من هنا ولا يعني من هنا؟ يعني لابد بس عاد يلا. الأمور كلها تمام؟ الأمور ماشي. وعارف شو اللي صاير في المحلات؟ غيرنا محل وجبنا مسف. إيه. طال عمرك يقدم ولائم، يقدم وجبات جميلة. يا سلام. تمام؟ تمام. وكيف الشيوخ؟ وفيه الله. وفيه إن شاء الله الأيام الجاية إذا ما أحد فيكم التزم بالعقود والبنود. إيه. وأولهم أنت يا حامد، حتى وانت أكبرهم، حتى لو أنت مستأجر أكبر محل عندي في السوق ححاسبك وعاتبك. تدري في أكثر من شكوى على ولدك الصغير اللي جايبه لنا في السوق، اللي كل يوم جايبه في السوق مسوي لنا إزعاج وزحمة وأوفر ويكسر والأثاث. هو يحسب الأثاث من حلال أبوه ولا من حلالي أنا؟ أنت قايل له هذا حلالك كله؟ لا بس تعرف جاهل يعني. اي جاهل، خلف بيتكم مو بعندي هنا. يساعده، يساعد طال عمرك، هذه كلها بفلوس، ادفع قيمتها طال عمرك وسوي اللي تبغى تسويه انت ولدك. طيب ابشر. وهذا الكلام قلت لك اياه يا حامد من اول، وقلت لك اياها في البنود والعقود. صح. وين ولدك؟ وين ولدك؟ وين موجود؟ خلي يجي. تعال دحوم. انت مبسوط على اللي قاعد تسويه في السوق؟ تحس بحلال ابوك؟ على كيفك هو تكسر كل شيء وتسوي اللي تبغاه؟ ما سويت شيء. كيف؟ ما سويت شيء. هذا سوى في بيت ابوك، عدتها مرتين وعدها لك الثالث مره والرابع مره. اذا ما هو عاجبك خلك في بيت ابوك، لا تجيني هنا في البرنامج. كلهم يناقزون. مالك دخل في كلهم؟ كلهم مالك دخل؟ كلهم مستاجرين، انت وش دورك؟ مع ابوي مستاجر. ابوك مستاجر. طيب. خلاص انا حاسب ابوك كذا سوى شيء. انا شغال معه. طيب. شغال معه، اشتغل معه في البيت، لا تشتغل عندي. بعدين وش اللي سويت أمس في المسابقة؟ على كيفك هو تخاطب الجمهور والمتسابقين والناس زي كذا؟ على كيفك هو تزعل وتطلع؟ اي على كيفي. على كيفك؟ شوف المقطع، خل عرضه مخرج، عرض المقطع. وين الرجال يا صالح اللي طلع وحده الله يرحم امك يا اخي؟ مفيه كيف مفيه؟ مفيه اي متسابق. المتسابق مفيه، كنت بطلع. طب وهذا اللي معك وش اللي دق؟ اللي دق يا ابوي اللي دق. يا عمي يا صالح دق على حامد وهو معي، تحطونه هناك تسولفون. طيب طلع. ايوه طلعوا انتم، طلعوا. طيب يلا طلع. يلا ها انا بطلع. طلع انت يلا. قال لهم جالسين على كيفكم هنا. طيب في تسعه شلون؟ وشلون عنده تسعه حامد؟ صل على النبي. مي كم انا متصل عندي غير حقين تويتر يا صالح؟ يلا ممتاز. مي الله صحيح ذا الكلام. شكرا لك. ان شاء الله تفوزي معنا مره ثانيه. اسفين اسفين اسفين. طيب لك يا حامد. يلا يلا برزيقه. يلا يلا يا قلبي. أنا بشرح على أبوك قبل أشرح عليك. طب هم ظلموني في المسابقة وخلهم يرجعون والله بيحاسبهم. السوق له أنظمة وله قوانين، أنا اللي حاطها وأنا اللي أعرف. أنت مالك دخل. أنت أوكي. كمتسابق تجي توقف تأدي اللي مطلوب منك وتشارك في المسابقة وتلتزم محل أبوك. إذا ما عجبك تمام بيكون كلام ثاني. ظلموني ولا دخلوا اسم من اللي ظلمك؟ من اللي ظلمك انت؟ ظلموني ظلموني. مالك دخل؟ وامس سمعت انك داخل على الاعداد وتهاوش وتنافق عليه. مين انت؟ مين حبيبي. مين عشان ابوك ماخذ محل كبير اقفل محلك ومحل ابوك ترى من اليوم ورايح ما تشارك ولا مسابقه. هذا العلم والكلام معك يا ابو. ايه ما يشارك ولا مسابقه شيء الاول. شيء الثاني يبقى في محلك. قم تفضل على محلك ومن بكره واليوم ما تشارك ولا مسابقه. يلا رح مالك. يلا رح يلا 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 عشان ما اقفل المحل. ابي سبب. طيب بس ابي سبب. خلاص خلاص. السبب انك صغير بين كبار. تفضل. مالي ده يلا اسمع الكلام. خلاص احنا مش هنا كلنا واحد يعني. تفضل خليك اتكلم جد والله. سم احنا كلنا واحد هنا ولا لا؟ لا 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 مو كلنا واحد. انا صاحب المحل وانا صاحب السلطه وانا القدره وانا كل شيء. ايش عندك معي حبيبي؟ احنا هنا اترك صاحب السلطه. احنا هنا في برنامج قراراتي هذه. ما هو بعاجب ولدك؟ ما هو بعاجب النقاش هذا؟ حامد دقيقه اتكلم جد. اذا ما سكت لا خلاص بيسكت بيطلع برا الهواء ولا يشارك البرنامج. ما علي يطلع لي من المسابقه. ما علي ابو رزيقه تعال اخلص استريح لأن معك نقاش طويل أنت بالذات.
انا مو قلت لك لا تبقى في السوق، انا مو قلت لك لا تشارك. ايش اللي تبغاه يا ابو رزيقه؟ اذا تبغى محل ادفع ايجار، غيرها ما عندي. اي بس فاهم غلط سم استاذ سعيد. ايوه قال لي يقول بكاتم خذ لك بحر. سعيد اي نعم. طيب اول يوم جيت انا فيه هنا ايش قلت لكم؟ ما قلت لكم انا صاحب القرار؟ ما قلت لكم انا صاحب السلطه؟ ما قلت لكم انا اللي بامر وانا اللي بنهي؟ صحيح. عاجبك ولا مو بعاجب؟ ابغى اسمع كلمه ما هو عاجبني. اخسي بعاجبني. سعيد تضحك بعد. انا ما قلت له انه قال لي بكاتب. تمام ايش قايل له؟ قلت يا اخي رحمته يا اخي، كل يوم متنطل من سوق في سوق، يطرده حامد يطرده يزيد يطرده عبد الرحمن، من كل محل مطرود يا اخي. قلت سوي لك بسطه وانا بتوسط لك عند يعني. خليني اقول لك انك تلقفت وصرت تروح لقرارات ما هي بقرارات. لا قلت سوي مالك دخل يا سعيد. سعيد انت محلك محلات الجميله، محلك اللي فيه اجر، محلك يا اخي ابغى نكسب خير فيه. تكسب خير طال عمرك حطه في محلك جوا، السوق مالك دخل فيه. وصلت ولا ما وصلت يا سعيد؟ تفضل على محلك وانا اغراضك يا ابو رزيقه. مبيوقة كيف؟ مبيوقة الاغراض. لا لا جد جد لا، هذا الموضوع بعيدا عن البرنامج. اغراضك وينها اللي امس؟ للقناه ولا اللي احنا قاعدين ندفعها لك ونحطها لك، وينها؟ ضاعت. ضاعت. طيب شوف المقطع هذا عشان تعرف ان الناس كيف تاخذ اغراضك وراك. شفت اغراضك؟ عشان كذا انا قايل لك من قبل، يا تاخذ محل ولا مالك وجود في السوق، صح ولا لا؟ وانت اليوم كنت تقدم المسابقه صح؟ ما راح تقدمها اليوم، يقدمها عبد الرحمن لحاله. ولا شريك ولا تبقى في السوق مره. يلا 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 يا ابو رزيقه، يلا برا البرنامج يلا. ابو رزيقه ابو رزيقه برا البرنامج، لا تكثر الكلام. يعني خليني اعتذر. لا 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 ما ابغاك تعتذر، لاني انا اعطيتك وهذا نظامك اصلا من يوم ما عرفتك في الاستراحه. فانت يبغى لك العين الحاره اللي افصل البزنس وافصل اخوه ويبقى بيني وبينك شغل عشان تنضبط. تفضل يا ابو رزيقه. يلا. زين بجلس بشهر 10 بس ما بشارك. بجلس بتقهوى شارع كل واحد يعني يمر في الشارع. من الكفيل تبعك؟ من اللي يكفل انك ما تسوي شيء؟ اختار واحد من التجار اللي في المحل. انت كفيلي. شلون؟ لا 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 انا لو كفلتك استجنت انا وياك. شوف لي واحد من الشباب يلا. استاذ يزيد. انا سد عنه. اعتذر. ليه؟ ما هو بعاجبني. حقك. ابو رزيقه. ابو رزيقه. شوف قد أعذر من أنذر وقدام الملأ، لو يصير منك خطأ ثاني العقاب يكون أشد من العقاب اللي اليوم. وصل ولا ما وصل؟ وصل. تمام. هذا نقاشي معكم اليوم، اللي عجبه يكمل، اللي ما عجبه ينهي العقد. تعال تعال لا تروح لا تروح لا تروح لا تروح. اجلس اجلس اجلس. طيب اجلس. ما تجلس وراك كل المشاكل. ما يجي وراك كل المشاكل والله. دقيقة 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 بقول لك كلمة. حبي دقيقة الله يسلمك. احنا مشاركين في برنامج واحد، يقول لي اصغر ومو اصغر، اصغر بزران انا. من هو؟ والله من جد يقول لي انت اصغر واحد وتجلس. احمد ربك ما طرد ابوك من المحل يا. لا لا ابو رزيقه انت باخذ الوضع طقطقه. ابو رزيقه سلم من السوق. والله العظيم احتمال من السوق. انت انت انا سلم من طقطقه. يقول لا وش فيك دقيقه دقيقه يا شباب دقيقه دقيقه دقيقه. لا لا بدون استهبال. لا لا لا
خلاص انتهينا 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 يا حبيبي. شوف احترمنا ابوك بما فيه الكفايه. نجي السوق نفتح محلاتنا وراكم متاخرين. لازم تعرف حجمك انت وابوك. ما انتم الا مستاجرين فقط لا غير. وفي عقد ما عجبكم ولا صلوا عليه يا جماعه عليه الصلاه والسلام. تنتظر مننا ونبي ندخلهم السحب لازم نكمل الامور يا اخي. انت يا اخي ايش تنكبني؟ ها ايش تنكبني مع ابوك؟ ما شفتك الا قدامي قلت ارمي عليه. هذا اي واحد قال لي الاستاذ سعيد خذك بسطه. ايش دخل اهلي يا اخي؟ انا في مسابقه وكنت واعد الناس مسابقه ما حد تلقى المسابقه الحين يا اخي. انا ما قلت لك اني بقى البسطه اني ابوكات. يلا خليني اجيب الاسئله بس. انا بكلم لك بوكات. اي بس انه اسمعني، انا اليوم واعد الناس اني بعطيهم هدايا. طردني حتى مو بقادر اقدم. تستاهل. خليني اروح بالرزق بالرزق برزيقه. انت مشكلتك واضحه بس انا مشكلتي قول لي ليش تطلع واحد من السحب ما دخلوه اصلا. انا راح استاذن وراح اجيب الكلام في العامر. الكلام في الماضي انا وش قلت لك امس بعد الهواء؟ أيوه؟ دخلوه ولا ما دخلوه؟ ما دخلوه يا اخي. صل على النبي. قلت لك انا احنا عيال اليوم. انا اسف اللي طلعت بفضلك. احنا عيال اليوم يا استاذي صح؟ تفضل استاذ. احنا عيال اليوم نبدا نفتح صفحه جديده. ان الوضع خرج عن السيطره. حتى شوف شوف وجه حامد. ايوه والله العظيم لانه ذا اللي جالس يصير. انا يعني ايش جالسين نسوي يا اخي؟ هذه قوانين. وخليك كيف كذا قوانين. بنكلمه بيجينا زياره ثانيه للسوق ونبي نتوسط لك وامورك ان شاء الله زين. حامد اليوم ليش صار يا حامد؟ ليش صار يا حتى ابوك ما فزع لك؟ شوف بس شوف نحتوي الموقف. دقيقه ابو صالح، الان انا 30 يوم نص البرنامج مسابقه اجلس هنا عندك. احنا يا جماعه ترى الموضوع يا اخي حامل ما تكلم. كلام لا كلام لا كلام ابو كاتب. قران منزل ما هو قران منزل يا جماعه. بنطلبه بيجي لنا زياره بنطلبه. شوف الرجال رجع للسوق ولا حاجه. لحظه يا شباب ولا نطلب ولا حاجه. لحظه لا ولا نطلب ولا شيء. هو يراقبنا بكاميرات. نطفي الكاميرات ونشتغل احنا شغلنا هنا بس. لا والله الامور بسيطه. ما عليك ما عليك تتضبط. ها عامر لا 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 هو بس شايف تكلم يا سعيد. يا شايف كاميرات المراقبه. لحظه لحظه شوف دقيقه. انا ما تكلم. انا ما كمل المسابقه. كمل كمل لانه هو كبير السوق يا شباب. طفي الكاميرات. طفي والله طفيت. يلا تعال اجلس استريح. يلا يلا يا رجال تعال. يلا شباب طفي الكاميرات. طفي الكاميرات اقسم بالله مشاهدين ابرزيك. طفي الكاميرات. ايه طفيت طفيت. يلا كفو كفو.